شباب انطوني هذا المقطع لطلاب ابتدائية اليوم، وراح أخلي أيضا ضيف يعلق على هذا الموضوع. طلاب ابتدائية رادوا يتظاهرون، شوفوا هذا الشرطي أو هذا الجندي سوى. وبعدين أريد أقول هذا الشرطي أيضا عنده أمر، لو هو تصرف فردي. انطوني المقطع شباب. يا شباب انطوني، يرجعوني للجو. اكو صورتين هنا، هذه صورة من النادر ان تحدث بالعالم، شرطي يسحب مسدس على طفل طالب بالابتدائية امام امرأة عظيمة مربية اجيال تريد لهؤلاء الابناء ان يصل صوتهم الى الحكومة. يروع طفل بسحب مسدس، هذه الصورة الآن أمام أنظار السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيدة وزيرة التربية والتعليم العالي والسيد عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام، أنه هذه تصرفات فردية، لأن أنا متأكد الحكومة ما قالت لهذا الشرطي اسحب مسدس على أطفال بالابتدائية. الشيء الثاني، شوفوا أسرار الأطفال، أسرار الطفل يسحب مسدس وما يرجع. الشيء الثالث المؤلم لما هذا الطفل يطلع يصيح سلمية سلمية، تعرف شنو معناها؟ يعني لا تضربونا، يعني لا تعتدون علينا، يعني لا تهينونا، ترى احنا ما عندنا شيء. كلمة سلمية سلمية يعني هاي وصلناها، وصلنا شعبنا يخاف من قوات أمنية، ونريد نحفظ كرامة وتاريخ هذا الجيش العظيم. بعدين اكو زلمه يعتدي على مره؟ انت حارس واجبك هناك. انا اتمنى وان اسمع من القائد العام، من مكتب رئيس مجلس الوزراء، من الحكومه، ماذا سيفعلون مع هذا، حتى نقول ونؤكد انه ترى هناك تصرفات فرديه لا علاقه للحكومه بها.